السلام عليكم. نلتقي هذه الليلة في برنامج استوديو القدس من قناة الغد العربي، لقاء عزاء ولقاء حساب، إذ أننا نفتح ملف اغتيال الشهيد محمد أبو خضير وما يتبعه من تداعيات سياسية وعسكرية حاضرة ومستقبلية، إن كان في فلسطين عامة أو في بيت المقدس خاصة. خسارة الشهيد محمد أبو خضير هي بمثابة خسارة لنا جميعا أبناء فلسطين أينما كنا. هذه الشهادة التي التحق بها محمد بكوكبة من شهداء فلسطين على درب حرية الوطن وكرامته، ما هي إلا شهادة على العدوان والطغيان الذي يمارسه مستوطنو الاحتلال. مستوطنو الاحتلال وممارساتهم القمعية لهم عنوان، هذا الإرهاب له عنوان، وعنوانهم هو حكومتهم الاحتلالية، حكومتهم المسؤولة عن كل هذه العدوانية. وأحداث شعفاط وما تلاها من أحداث مأساوية في القدس الشريف، ما هي الاستمرارية لكل هذه الممارسات على مر الأيام والسنوات. لكن هذا التصعيد في شكلية ومنهجية الاعتداء على المقدسيين هو الأمر المقلق، بل أنها تنبئ بمستقبل قاتم لجميع المقدسيين هنا في فلسطين. نتابع كل هذه الأحداث الدموية وتداعياتها على القدس والمقدسيين في حلقة الليلة مع ضيوفي الأستاذ حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في فتح، أهلا بك، والأستاذ أحمد صب لبن باحث مختص في شؤون الاستيطان في القدس، أهلا بكما. نعم سادتي، قبل أن نخوض في جميع هذه الأمور والنقاط والقضايا التي هي عبارة عن تداعيات لاغتيال الشهيد محمد أبو خضير، دعونا أولا نشاهد هذا التقرير للزميلة لنا كاملة. فالحقيقة أن شعفاط الثائرة لروح الشهيد محمد أبو خضير شهدت اشتباكات عنيفة لم يسبق أن نشاهدها هنا في القدس. فدعونا نشاهد التقرير الذي يتحدث عن حاضر شعفاط، حاضر القدس ومستقبلها. بلدة شعفاط تقع في شمال الشرقي لمدينة القدس، سميت بهذا الاسم نسبة إلى الملك الروماني شافاط المذكور في الإنجيل الذي حكمها في عصر الرومان. وقعت شعفاط تحت الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967، هي بلد شهيد الفجر محمد أبو خضير الذي خطفه قطعان من المستوطنين وأحرقوه حياً. هذه الجريمة تكشف حالة العنصرية في المجتمع الإسرائيلي، اليمين المتطرف الذي يسيطر على العقلية الإسرائيلية سواء بالحكومة أو بالإعلام الإسرائيلي، وبالتالي يترجم ذلك على الأرض بالاعتداء والذي وصل إلى حالة قتل شاب لم يتجاوز 16 عام حيا بوضع البنزين بفمه بهذا الشكل. هذه جريمة قذرة بشعة تؤكد أن هذا الاحتلال معبأ ضد الشعب الفلسطيني. تحولت شعفاط إلى ساحة حرب وغضب بعد إعلان خبر استشهاد الطفل محمد أبو خضير. خرج أهلها معبرين عن هذه الفاجعة بإغلاق جميع مداخلها واستهداف ممتلكات بلدية الاحتلال الإسرائيلي، وأبرزها سكة القطار التي يستخدمها قطعان المستوطنين للتنقل، ردا على وجع تجاهله احتلال جائر مما أشعل فتيل انتفاضة شعبية قمعها الاحتلال من خلال سلسلة اشتباكات دامية واعتقالات مكثفة. ذات الممارسات بتمارسها سلطة الاحتلال سواء في الضفة الغربية أو في غزة، ولذلك نحن نعتبر أن طبيعة الصراع تفرض علينا الحذر والاستعداد والمقاومة للاحتلال. بدون ذلك نحن لا نستطيع أن ندرئ خطر المستوطنين وسلوك دولة الاحتلال. أحداث بلدة شعفاط التي أصبحت معروفة محليا ودوليا تدعو للقلق على مستقبل أهلها وشبابها، فهنا يقتل الفلسطينيون بدم بارد، والعدوانية التي ينتهجها المستوطنون ضد أبناء شعبنا في بيت المقدس تشهد تصعيدا شرسا، لا سيما أنها تحظى بحماية حكومة الاحتلال وأذرعها الأمنية. نحن في مدينة القدس نرى أن عملية الدفاع هي واجب المقدسيين، وبالتالي علينا أن نشكل لجان حماية الشعبية من أجل حماية وجودنا في هذه المدينة المقدسة من خطر هؤلاء المستوطنين المنفلتين من عقالهم، والذين لا يقوم أحد بردعهم بل يلقون
تشجيع من قبل الحاخامات ورجال الدين والمستويات السياسية والأمنية من أجل البطش في المقدسيين. لا زالت شعفاط جريحة تذرف الدمع على شهيدها، شهيد الفجر محمد أبو خضير الذي حرق واحترقت قلوب أبناء فلسطين بأكملها معه، في ظل حكومة احتلال متواطئة مع مستوطنيها يتساءل المقدسيون من هي الضحية القادمة. لانا كاملة لبرنامج استوديو القدس الغدو العربي. نعم أستاذ حاتم، ماذا حدث في شعفاط؟ يعني هل كنا أمام غل وحقد من قبل المستوطنين الذي ينتظر الفرصة المناسبة يعني حتى خنق وحرق مقدسيين بهذا الشكل الإجرامي؟ يعني بالتأكيد ما جرى هي جريمة العصر، أنا في رأيي يعني جريمة غير مسبوقة، اختطاف طفل وحرقه حيا، بالتأكيد هي جريمة يندى لها الجبين، وبالتالي تدل على ما يعتمل في قلوب هذه المستوطنين أو هؤلاء المستوطنين من غل وحقد على الفلسطينيين. وهذه الجريمة بالتأكيد يعني ليست منعزلة عن عملية التحريض الإسرائيلية، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الديني أو على المستوى الثقافي أو على المستوى الاجتماعي. هناك حملات تحريض يقف وراها الحكومة الإسرائيلية من أجل التحريض ضد المواطنين العرب، وبالتالي ارتكاب أعمال مشينة تعيد إلى الأذهان ما فعلته النازية. إذن نحن أمام يعني مصطلح جديد اسمه الجودو نازي، بمعنى أن اليهودية النازية الجديدة تبعث من جديد الآن ضد المواطنين الفلسطينيين من خلال هذه الأعمال، وكان يعني الشهيد أبو خضير هو أحد ضحايا هذه الأعمال. نحن أكدنا من أول يعني منذ البداية، منذ هذه الجريمة النكرة، بأن حرق أبو خضير يعني أن المنطقة قد تحترق، لأنه الأسلوب الذي خطف فيه وحرق فيه بالتأكيد ستكون له تداعيات خطيرة، وبالفعل كان له تداعيات خطيرة سواء على مستوى المنطقة، منطقة شعفاط، أو على مستوى القدس، ثم انتقلت الأحداث إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. نعم، وبالتالي فصلها طبعا. نعم، وإذا نحن أمام يعني عنصرية جديدة، نحن أمام نازية يهودية جديدة أصبحت يعني شائعة بحق المقدسيين. نعم أستاذ أحمد، هل بإمكان اعتبار يعني لو فرضنا على سبيل الفرض اغتيال الشهيد محمد أبو خضير حالة استثنائية، أم أنها نتيجة حتمية ومتسلسلة لما سبقها من أحداث عدوانية في القدس الشريف؟ صحيح، يعني جريمة مقتل الطفل محمد أبو خضير هي تأتي ضمن منظومة زرعتها سلطات الاحتلال في مدينة القدس من خلال إنشاء هذه الشبكة الهائلة من المستوطنات التي تتواجد من شمال القدس حتى جنوبها. يعني تجولنا اليوم في الأحياء الفلسطينية لن نجد أي حي لا يوجد بداخله مستوطنة أو على أطرافه مستوطنة في مدينة القدس. هذه المستوطنات زرعت لترهيب المواطن المقدسي، زرعت من أجل الضغط على المواطن المقدسي وجعله يعيش في حالة من الرعب وحالة من الترهيب. المستوطنون الموجودون في هذه المستوطنات يتم تأمين حمايتهم من قبل حكومة الاحتلال. فعندما نقول أنها يأتي ضمن منظومة هذا الموضوع فنحن لا نبالغ. تم زرع هؤلاء المستوطنين في مدينة القدس، اليوم نحن نتحدث عن 210 ألف مستوطن تقريبا يعيشون في مدينة القدس الشرقية وحدها. هؤلاء المستوطنون يمارسون كما أشار بالعرب عدد مقابل 310 ألف مواطن مقدسي، حوالي 120 ألف من المواطنين المقدسيين يعيشون خارج حدود الجدار الفاصل اليوم كما نعرف وفقا للإحصائيات. يعني نحن نتحدث عن أقلية عربية اليوم في مدينة القدس الشرقية ضمن الحدود الجديدة التي تحاول سلطات الاحتلال ترسيمها في مدينة القدس، وهي الجدار فاصل في اذا قمنا بمقارنه عدد المستوطنين الى عدد المقدسيين. وكما اشرت لك هؤلاء المستوطنين وكما اشار الاستاذ محمد حاتم هم يقومون بممارسه ترهيب وممارسه تحريض بشكل يومي، ولم يكن هذا التحريض لم يكن جديدا على ولم يكن هذا الحادث الاول الذي يتم في مدينه القدس، ولكن بشاعه الحادث جعلته مميزا
حيث تم حرق طفل يبلغ من العمر 15 عاما بعد خطفه وبعد تعذيبه. ولا يمكن اعتبار ذلك الحادث وما توصفه بأنه حالة استثنائية. يعني هل نحن أمام منظومة جديدة كما ذكرت من الأعمال والممارسات القمعية لدرجة الحرق والتعذيب؟ نعم، إذا ما رأينا لعدد الانتهاكات التي حدثت عقب خطف محمد أبو خضير، يعني قمنا بتوثيق ما يقارب 64 حالة اعتداء حدثت ضد عمال فلسطينيون في القدس الشرقية يعملون في القدس الغربية، وأيضا ضد مقدسيون يعيشون في الأحياء الفلسطينية سواء في حي بيت حنينة كما حدث مع عائلة الكسواني أو في حي شعفات كما حدث مع محاولة خطف الطفل طه تفاحة قبل بضعة أيام باليوم الأول من عيد الفطر المبارك. يعني نحن أمام موجة جديدة من الاعتداءات الاستيطانية التي تتم تحت حماية وتحت تغطية من حكومة الاحتلال. هذا يقودني لسؤال الأستاذ حاتم، يعني مثل ما ذكر الأستاذ أحمد ونحن جميعا على دراية بأن كل هذه الممارسات والعدوانية التي يمارسها المستوطنون هي برعاية الحكومة الإسرائيلية، حكومة الاحتلال من ترعى تلك الممارسات وتقوم يقوم بها المستوطنون تحت ناظرها. فهل نحن فعلا أمام منهجية جديدة من كيفية الاعتداء على المقدسيين؟ هل علينا أن نتحصن كمقدسيين لما هو قادم وما هو أفظع من ذلك؟ يعني بالتأكيد، يعني أنا أتفق مع الأخ أحمد أنه المستوطنون أحد مخالب الاحتلال، مخلب من مخالب الاحتلال يريد أن ينهش هذا المخلب الفلسطينيين في مدينة القدس في محاولة لإخافتهم وإرغامهم على الرحيل. مبدأ الترحيل والإحلال هو مبدأ أساسي في العقلية اليهودية، يعني منذ عام سنة 1942 كانوا يرتكبوا المجازر في قرية وكانوا يصوروا هذه المجازر ثم يوزعوا هذه الصور على القرى الأخرى، وعندما ترى القرى الأخرى هذه الصور المجازر بحق النساء والأطفال كما حصل في دير ياسين بالتأكيد يعني عندما يروا هذه الصور يقومون بالهجرة من تلك القرى. إذن عملية الإحلال جزء أساسي من العقلية الصهيونية، والإحلال مرتبط بالإرهاب، يعني أيضا كما يحصل الآن في قطاع غزة عندما يلقون مناشير على مناطق واسعة ويطلبوا من أهلها الرحيل إلى إلى بعض المناطق الأخرى، ولذلك هم الآن يطبقون هذا الأسلوب الآن عند المقدسين، ولكن بدون مناشير وإنما بارتكاب أعمال إرهابية من أجل دب الخوف والذعر في نفوس المقدسيين مما يضطرهم إلى الهجرة إلى خارج مدينة القدس. يعني أنا بصور هذا هو المخطط. هلا المستوطنين هو المخلب، ولكن السياسة هي سياسة يعني أبعد من قضية مستوطنين وأبعد من قضية متطرفين. يعني الحديث لا يدور عن متطرفين مجانين كما هم يدعون، وإنما توظيف هؤلاء المتطرفين من قبل أجهزة سياسية وأمنية إسرائيلية من أجل ارتكاب ما يرتكبونه الآن بحق المقدسيين. معظم يعني التحقيقات لدينا أثبتت بأن هناك بعض أفراد الجيش المتقاعدين، بعض أفراد الأجهزة الأمنية المتقاعدين هم الذين يقفون وراء تدريب وتأهيل وتجهيز وإعطاء ذخيرة للمتطرفين حتى يعتدوا على المواطنين الفلسطينيين سواء بالقدس أو في الضفة الغربية. إذا نحن أمام من الاحتلال تقوم فعليا بإعطائهم أسلحة، نعم، وأيضا هو تدريبهم وغض الطرف عن ممارساتهم. يعني حتى الآن نحن لم نسمع عن مستوطن يعني تم محاكمته بصورة واضحة، علما أن هناك عمليات قتل عديدة جرت بحق مواطنين مقدسيين سواء في القدس أو في الضفة الغربية، ولكن لم نشاهد حتى الآن حكم يعني واضح ويعني وحكم يعني قانوني واضح وصارم ضد قتلة الفلسطينيين في مدينة القدس. هذا يؤكد أنه حتى الجهاز القضائي بإسرائيل والجهاز الأمني والجهاز السياسي كله متواطئ مع هؤلاء المستوطنين من أجل تطبيق استراتيجية الإرهاب داخل مدينة القدس. ولكن أنا أريد أن أقول لك
انه هذا لن يرهبنا ولن يثنينا ولن يرغم المقدسيين عن الرحيل عن مدينة القدس. نعم. التحصن لكل أساليب القمع التي يمارسها إن كان حكومة الاحتلال إن كان المستوطنين سنتحدث عنها بعد الفاصل، وأيضا عن ما هو قادم، ماذا ينتظر القدس وأهلها من مصير بعد الفاصل. برنامج استوديو القدس من قناة الغد العربي. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتبر المسؤول الأول عن أحداث شعفات وما تبعها من أحداث دموية ليس فقط في القدس إنما أيضا في القطاع، وذلك عندما عقب على مقتل المستوطنين 3 في الخليل، وهي قضية غامضة إلى اليوم. عقب بالرد أن رد واحد الانتقام، وحدث ما حدث في شعفات من أعمال غدر وانتقام وتنكيل بالشهيد محمد أبو خضير. نعم، نرحب بالسادة مجددا، الأستاذ حاتم عبد القادر والأستاذ أحمد صب لبن. وأحمد دعني أسألك، نحن أمام رئيس حكومة أصلا متواطئ وأصلا راضي عن كل هذه الممارسات القمعية، كيفية التحسن مما هو قادم؟ يعني أنا أتفق معك بشدة، وأتفق مع الأستاذ حاتم بما أشار إليه بأن كل هذه الاعتداءات تتم تحت حماية وتحت حصانة من الجانب سلطات الاحتلال ومن جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلية. المطلوب حاليا في الوقت الحالي هو تكثيف التفاعل وتكثيف العمل الأهلي في مدينة القدس من أجل حماية نفسهم من موجة قادمة نتوقعها بشكل يومي من تصاعد عمليات الانتقام من قبل المستوطنين، وأيضا من تصاعد الاعتداءات المستوطنين، وخصوصا في القدس الغربية، حيث سمعنا عن العديد من الحالات الاعتداء على العمال المقدسيون الذين يعملون يتوجهون من أجل لقمة العيش إلى القدس الغربية، وهو الموقع الوحيد المتوفر للمقدسيين من أجل العمل، وذلك يأتي أيضا ضمن منظومة أدت إلى إفقار المقدسي وإلى جعله أداة للعمل البسيط لدى الجانب الإسرائيلي. واليوم يتم الاعتداء على هذه الأداة وعلى هؤلاء العمال بشكل يومي وبشكل ممنهج من قبل المستوطنين في مدينة القدس الشرقية. بالأمس كنا لدى شاب مقدسي من عائلة العباسي ويدعى علي العباسي، تم الاعتداء عليه مرتين أثناء توجهه للعمل في أحد المخابز في القدس الشرقية المغربية. في المرة الأولى أعلم الموقع موقع عمله بأنه تم الاعتداء عليه في حال مغادرته الموقع، ولم يتم التعاطي مع هذا الموضوع. في المرة الثانية كان هناك اعتداء بارز وكان ممكن أن يتم اختطافه، ولكن قدر الله ولم يتم ذلك الأمر بسبب تواجد بعض العمال الآخرين في المنطقة. فنحن أمام موجة تتصاعد بشكل يومي. نعم، وطبعا هناك من يرعاهم رئيس حكومة أصلا يأمر بالانتقام. صحيح. وفي حادث محمد أبو خضير بالذات، يعني إن أعطيتني الوقت أضيف في حادث محمد أبو خضير، لولا تقاعس سلطة الاحتلال الذي بالتحقيق في حادث محاولة اختطاف الطفل زلوم لكان من الممكن تجنب هذا الحادث، ولكن سلطة الاحتلال التي تأتي تحت الحكومة هي أيضا مذنبة، هي أيضا مشاركة في التحريض. أنا في معظم المسيرات التي يتم عملها من قبل المستوطنين والتي يحدث فيها العديد من الاعتداءات على المقدسيين، مثل مسيرة ما يدعى بيوم القدس، الشرطة تقوم بتأمين الحماية للطرف الذي يقوم بالاعتداء. فهذه يعني حالة نادرة أن ترى شرطي يقوم بتحصين المعتدي. إسرائيل لها سياسة هي في قلب المواقع ما بين الضحية والجلاد. أستاذ حاتم، التبعيات الراهنة لاغتيال الشهيد محمد أبو خضير هو ما نشاهده الآن من اشتباكات وأحداث دموية. يعني بما أنه برنامجنا هو استوديو القدس، دعنا نتحدث عن القدس، الاشتباكات التي تحدث إن كان في البلدة القديمة إن كان في العسوية في سلوان، يعني إلى أين ممكن أن تؤدي بنا هذه الاشتباكات؟ يعني أولا دعيني أقول أنه المقدسين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الاعتداءات، هم قادرون على الدفاع عن أنفسهم. إذا ظن الإسرائيليون بأن المقدسيين يعني يخافون مثل هذه الأعمال ويمكن لهذه الأعمال أن ترهبهم أو ترغمهم على الرحيل أو مغادرة المدينة فهم مخطئون. ولذلك ما جرى بعيد يعني عندك اغتيال الشهيد أبو خضير هو خير رسالة توجه للإسرائيليين بأنه هناك حماة
للقدس ولسكان القدس، ولا يمكن أن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم التي يقوم بها الاحتلال. وهي أيضا رسالة للمستقبل، رسالة أيضا للمستوطنين، لأنه المستقبل هو صعب، يعني بمعنى أنه ينتظر القدس مستقبل قاتم، مستقبل صعب. المعركة القادمة سوف تكون بين المقدسيين وبين المستوطنين، وسوف يقف الاحتلال متفرجا على هذه المعركة، المستوطنين المدججين بالأسلحة، وسوف يدعي أمام المجتمع الدولي بأنه هناك نوع من الحرب الأهلية بين المستوطنين وبين الفلسطينيين داخل مدينة القدس. يعني هذا السيناريو الذي يعد له الاحتلال، ولذلك نحن أيضا نعد أنفسنا كمان بالمقابل لمثل هذا السيناريو. ولذلك يعني نحن لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الاعتداءات، نحن سوف ندافع عن أنفسنا بكل الإمكانيات المتوفرة لدينا، وبالتالي يعني نحن والزمن طويل، يعني هذه هي المعادلة الآن. ويعني وبالتالي يعني أيضا المجتمع الدولي يجب أن يدرك مسؤولياته ويدرك ما تخطط له إسرائيل من أعمال إرهابية ضد المقدسيين، حتى يعني يتم أو حتى يخلق يعني بينهم بيئة طاردة، البيئة الطاردة التي يعني أنك ترغمهم على الهجرة خارج المدينة. ولكن أنا أريد أن أقول بأنه كل هذه الأعمال لن ترهبنا ولن تفزعنا. نعم نحن نألم، ولكن بالتأكيد نحن لن نفزع، وسوف ندافع عن عروبة هذه المدينة، وسوف نحافظ على وجودنا كناس أصليين. نعم، سأعود إليك بسؤال هام جدا في غاية الأهمية. قبل ذلك أستاذ أحمد، اختلف الكثيرون في تسمية ما حدث من جراء اغتيال الشهيد محمد أبو خضير، هل هي هبة أم انتفاضة؟ والسؤال الأهم، هل نستطيع أن نجزم أن ما حدث في غزة، من أشعل فتيل الحرب في غزة، هو مقتل أو استشهاد محمد أبو خضير؟ هي العنجهية الإسرائيلية هي التي تقف وراء كل هذا الأمر. يعني حادث ما يدعى باختفاء الشبان الثلاثة حتى الآن من قبل المستوطنين الثلاثة الذين اختفوا في منطقة الخليل، وردة الفعل غير مبررة، القتل محمد أبو خضير الذي تم قتله بناء على خلفية قومية، بناء على أنه عربي، يعني لم يكن هناك أي نوع من الخلاف بينه وبين قاتليه، وقتلوه فقط لأنه يتحدث اللغة العربية. هذه العنجهية هي تقف وراء كل هذا العالم الذي نعيشه اليوم، هذه الثورة، إن كان هو صحيح نقول أنها ثورة اليوم، هي سببها الجانب الإسرائيلي، هو المسؤول عن هذا الموضوع اليوم. المنظومة التي زرعها في مدينة القدس من استيطان، من دعمه المطلق للمستوطنين، توفيره الحماية لهم عن طريق تخصيص ما يزيد عن 70 مليون شيكل سنويا لحماية المستوطنين الذين يقتلون فقط في الأحياء داخل الأحياء المقدسية، من تغاضيه عن حملات التحريض مثل حملات ما يدعى بتدفيع الثمن، الذي رفض حتى الاحتلال أن يصنفه بأنها منظمة إرهابية، تغاضي عن العديد من الدعاوي لقتل المقدسيين في مسيرة القدس، ما يدعى بمسيرة القدس الأخيرة، خرج المستوطنون يرددون شعارات القتل للعرب أمام سلطات الاحتلال المطلق، على التلفزيون يقولون هذا الأمر على التلفزيون بشكل مباشر، يحرضون على قتل المواطن العربي يوميا ولا يتم الالتفات لهذا الموضوع. هذا هو السبب الرئيسي والسبب وراء هذه الانتفاضة وهذه الثورة اليوم على هذه العنجهية وعلى هذا الظلم الذي يعيشه المواطن الفلسطيني والمواطن المقدسي. نعم. أستاذ حاتم، السؤال الأخير وهو في غاية الأهمية، الوضع القانوني لأسرى أحداث القدس الأخيرة الذين أعيد اعتقالهم من جديد، بل وأعيدت الأحكام، أحكام المؤبد بحقهم، على سبيل المثال سامر العيساوي رائد معركة الأمعاء الخاوية، أو علاء الدين بزيان الذي حرر في صفقة وفاء الأحرار، ما هو مصير هؤلاء المعتقلين بعد ربما الانتهاء من أحداث؟ يعني أولا اعتقالهم غير قانوني حسب القانون الدولي وحسب يعني اتفاقية جنيف. تم عقد صفقة تبادل الأسرى، وهذه عادة صفقات تبادل الأسرى تكون يعني هناك جهات ضامنة تولع دولية حسب القانون الدولي، يعني من أجل عدم المس بأي أسير يتم إطلاق سراحه. ما جرى هو خطوة عنجهية إسرائيلية
الضامن هو مصر. مصر للأسف الشديد يعني بعد اعتقالهم لم تتحرك، ولكن الآن في مفاوضات القاهرة التي تجري الآن هناك مطلب فلسطيني أصلي لا يمكن التنازل عليه بأي شكل من الأشكال، وهو محل اتفاق كل الفصائل الفلسطينية أنه لا تهدئة في قطاع غزة ولا وقف لإطلاق النار دون تنفيذ عدد من الشروط، ومن ضمن هذه الشروط إطلاق الأسرى الذين اعتقلتهم إسرائيل في صفقة شليط. هذا بند أساسي، فعلى إسرائيل أن تطلق سراحهم فورا لأنه اعتقالهم غير قانوني، ويعني وبالتالي يعني لا تهدئة ولا وقف إطلاق النار طالما بقي هؤلاء الأبطال في السجون الإسرائيلية. إن شاء الله. الأستاذ حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في فتح، شكرا لك. والأستاذ الباحث أحمد صوب لبن المتخصص في شؤون الاستيطان بالقدس، شكرا لكم. شكرا. نعم، والآن دعونا نتحدث إلى المقدسيين حول تداعيات اغتيال الشهيد محمد أبو خضير وتبعياته على القدس وعلى المقدسيين. بس احنا شايفين في الفترة الأخيرة بحكي من فترة السنة وجاي، انه المستوطنين كمان في القدس صاروا يعربدوا كل تقريبا اسبوع 10 ايام نسمع عن شاب عربي تعرضوا له المستوطنين، تعرض لاعتداء من المستوطنين في القدس الغربية او في حتى في احيان في احياء القدس الشرقية في البلد القديمة، انه المستوطنين بحماية الجيش الاسرائيلي وبحماية الشرطة بتعرضوا للمواطنين الفلسطينيين في كل وقت في كل مكان. يمكن هاي كانت ذروة الاعتداء اللي هي استشهاد محمد أبو خضير. بس احنا في مدينة القدس ما في حدا بيحمي الشعب الفلسطيني إلا الشعب الفلسطيني نفسه، الشرطة الإسرائيلية ما بتحمي الفلسطينيين، بالعكس هي بتساعد المستوطنين في اعتداءاتهم على الفلسطينيين. هي بعد الأحداث هاي وبعد خطف محمد أبو خضير كانت نكبة للشعب الفلسطيني، بس إن شاء الله تكون نكبة عليهم للشعب الإسرائيلي والمستوطنين خاصة ناس، وإن شاء الله اللي بنكون إحنا أكتر منهم واحسن منهم ونفرجيهم الرد. شافوا رد صغير بس ان شاء الله بشوفوا رد اكبر من هيك بضواحي شعفاط وضواحي بيت حنينة. بس بعد مقتل الشهيد محمد ابو خضير فهموا شباب شعفاط وفهموا شباب بيت حنينة انه هدول الناس اللي صار لهم 4 سنين عم بيحاولوا انهم يخلوا الفايل تبعهم نضيف عند الحكومة عشان يقدروا ياخذوا ورقة من الحكومة يطلعوا يشتغلوا فيها بالجهة الاسرائيلية، ما بتجدي ولا عم بتعود عليهم ولا بأي منفعة. أعطوا بدون ما يحسوا فرصة للإسرائيليين إنهم يكون في مساواة بالحياة خصوصا بين القدس الشرقية وبين القدس الغربية، بس هذا حكي فاضي. العالم اليوم الشاب اللي كان هو الآن مستقبله اليوم بحب أطمن دولة إسرائيل والمستوطنين إنه بطل علينا على مستقبلهم، اللي بهمهم هو القدس ووطنهم بالتأكيد، لأنه إحنا يعني في القدس يعني ما إلنا حد يحمينا، وجيش الاحتلال والشرطة دائما إذا كان الحق معنا ولا علينا بتلاقيه بيوقف مع المستوطنين مش مع العرب، فإحنا دائما يعني مضطهدين في هاي المدينة وفي عربدة دائما علينا يعني من قبل المستوطنين، حتى أبنائنا ما بيطلعوا يشتغلوا نتيجة إنه إذا كان الواحد طالع لشغله بتلاقي 2-3 مستوطنين وقفوا له بالطريق ضربوا فببطلوا الناس تبعت أولادها على الشغل، فهذا بيؤدي إنه كمان إنه الوضع الاقتصادي عندنا يسوء أكتر. هو بس مستوطنين كل اللي هود المافيا، ما هذه حكومة مافيات عصابات، هذه حكومة بني آدمين، هذولي هذه ديمقراطية شعب صائت، هذولي فهمت كيف؟ يعني أنت بتحكي أنت قاعد على بتحكي على المستوطنين بس عرب المستوطنين، ما مين بيحميهم؟ يخشوا المسجد الأقصى، مين بيقول لهم ظاهرهم يعني؟ مين بيعطيهم قرارات يعني وراء بيجيبين لهم قرار من المحكمة؟ مين؟ الحكومة لحالهم بخش يعني بيلعب مراسه، فكرك انت المستوطنين احكي بيلعبوش بالراسه المستوطنين لحالهم، فيش دعم كلهم اليهود، الحكومة مش يعني بدهاش تهدئة، الحكومة ولا بدها ولا تهدئة ولا شيء، الحكومة بدها خربان بيت للشعب الفلسطيني، بعناش بعناها أرض بعناها تذبح شعب تذبح بهمهاش، بدها كراسي بدها مقاعد بهمهاش، ايش الشعب يصير فيه ولا ايش يصير فيهم، يخش على الأقصى يقسموا يعملوا يفحروا تحت يفحروا، فيش حدا ما بعينهم يعني.